لا أنا لا أنا فقط أشرت إلى مسألة تفصيلية، هي أن القيام بدور المرفق العمومي يقتضي أن تكون سياسة متبعة إعلاميا، سياسة عمومية، أي تهتم بالتعدد الموجود في المغرب وتعطي الكلمة لمختلف الآراء ولمختلف التعبيرات وتفسح مجالا حيويا للأفكار والمشاريع وللثقافة وتشجيع الإنتاج الوطني في مجال الفنون. هذا هو المرفق العمومي، مش المرفق العمومي هو الأخبار الرسمية. فأنا لاحظت أن تقرير مجلس أعلى للحسابات خص الشركة الوطنية بنقد معقول يتعلق بالتمويل، عندما لاحظ بأن الشركة ما زالت تعتمد أساسا على تضخم الموارد العمومية مقابل الانخفاض المستمر للتمويل الذاتي. وذكرت أن رئيس المدير للشركة أجاب بأن ذلك يرجع إلى كون الإعلام العمومي يقوم بمهمة المرفق العام. أنا أتساءل أين هو هذا المرفق العام؟ ما هي المرافق العامة التي توفرها عدا الأخبار الوطنية؟ ما هي هذه المسألة؟ أظن أنها مسألة أساسية. إذا كانت الشركة تأخذ من أموال دافعي الضرائب التمويل الأساسي لما تقوم به، فمن واجبها أن ترد للشعب المغربي في شكل خدمة عمومية حقيقية هذه المبالغ.